The next round Man C category 65 kg round 2 in red singlet. Abdel Wahad Badri will represent Morocco. In blue singlet, Shaib Abdel Rahman Sahrawi will represent Algeria. المنزلة التالية بسبب باء 65 كيلوغرام مصارعة حول الدور الثاني. قميص أحمر فتحي طارق فتحي عطية إسماعيل مصر. قميص أزرق ليون شارلي مايلورد جنوب إفريقيا. المنزلة التالية بسبب جيم 65 كيلوغرام مصارعة حول الدور الثاني. قميص أحمر عبد الواحد بدري المغرب. قميص أزرق شعيب عبد الرحمن صحراوي الجزائر. You give 2 points for last action.